أهلا وسهلا بكم. منذ يوليو عام 2012 وأخبار كورونا وإشاعاتها تنتشر كالنار في الهشيم، الفيروس الذي بات يشكل تهديد حقيقي بعد أن تجاوز يعني عدد الإصابات 1200 إصابة حتى هذه اللحظة يمكن أكثر. الموضوع يعني ما مرة يقولون أنه الإبل تسبب في انتشار الفيروس، مرة يقولون أسباب أخرى، ما انتهى بقرار من وزارة الصحة والزراعة بقطعية علاقة الإبل بالفيروس. وآخر قضايا الجدل جهاز التعقيم مليوني القيمة، طبعا تخرج طبعا أيضا هناك أنباء عن قيمة لا تجاوز، أنه قيمته ما تجاوز 300,000 ريال. سواليف كثيرة، الزنداني دخل على الملف، الصحة اختفت ثم نفت، كوريا قالوا أنهم مستعانوا بخبراتنا، الكوريين قالوا لا. ملخص القصة أنه كورونا لا زال موجود. قبل شوي كنا نتحدث مع الكاتب الحيدب عن أنه الناس ليش تعاملت مع مستشفى الحرس بهذه القسوة، على الرغم من أنه أعطى درس كبير في الشفافية، ولكن لم يستقبل السعوديين الشفافية كما يجب، ما يعني أنه في مستشفيات عندها كورونا وعندها لكنها لم تعلن وتفصح. كيف تعامل السعوديين مع هذا الملف؟ لا مسؤولين معنيين ولا مواطنين. خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود للنقاش. إن كاد ينطوي من صفحات الماضي حتى عاد شبح متلازمة الشرق الأوسط التنفسية كورونا مجددا إلى الظهور والانتشار، مصيبا المجتمع السعودي بحالة من القلق وطارحا تساؤلات عن جدوى الإجراءات الوقائية التي سبق وأن أعلنتها وزارة الصحة في سالف الأيام. وبحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة، فإن كورونا الذي بدأ الظهور في عام 2012 قد أصاب 1209 حالات، تماثل منهم للشفاء 614 حالة بنسبة بلغت 50.8%، فيما لا تزال 67 حالة تحت العلاج بالإضافة إلى 14 حالة معزولة منزليا. وأمام الأعداد المتزايدة بفيروس كورونا في الأونة الأخيرة، خرج وزير الصحة السعودي خالد الفالح إلى الإعلام مؤكدا أن الانتشار الحالي لفيروس كورونا في السعودية يعد محدودا نسبيا، وأن المعطيات الحالية تدعو إلى الاطمئنان. وقد شددت وزارة الصحة في أكثر من موقع على أهمية الوقاية من العدوى، ونصحت المواطنين والمقيمين بممارسات وقائية عدة كغسل اليدين بالماء والصابون، وتجنب الاتصال مع المرضى، والامتناع عن لمس العينين والأنف والسعال في المنديل، وتجنب التعامل اللصيق مع الإبل. في جانب آخر، رفضت وزارة الصحة السعودية استبعاد فرضية أن يكون فيروس كورونا سلاحاً بيولوجياً، لكنها في الوقت نفسه ربطت ظهوره في المملكة بالإبل التي قرر منع ذبحها كأضاحي في موسم الحج لهذا العام، بعد فتوى من المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الذي أجاز استبدال الإبل بالبقر والغنم والضأن. شكرا لمصعب المرضي على التقرير. معي لمناقش هذا الملف الدكتور عبد الله الحقيل، وهو استشاري الامراض المعديه. اهلا وسهلا بك دكتور عبد الله. وايضا يشرفني ان يكون معي الكاتب الصحفي في صحيفه الرياض الاستاذ امجد المنيف. اهلا وسهلا بك، شكرا لحضورك معنا. اهلا بك دكتور عبد الله. يعني تقييمك لاداء الوزاره وتعامل المواطنين مع هذا الملف، وهل نحن مقبلين على مرحله اصعب؟ لو رجعنا إلى التقرير وذكر بداية المرض وتوقعات المواطنين أو على الأصح وحتى بعض المسؤولين على أنها يعني مرحلة وتمر وسينقطع مثل ما انقطع غيرهم الأمراض، للأسف ويعني الخبر اللي ما هو طيب ويجب أن نستعد له أنه ما رح ينقطع المرض بالسهولة هذه، لأن طريقتنا تعاملنا معه ما هي الطريقة الصحيحة. هذا الشيء. الشيء الثاني، تعامل وزارة الصحة مع المرض هو جانب وقائي وجيد حقيقة، أخذوا الاستعدادات وأخذوا الإجراءات الطبية اللازمة وسووا توعية، لكن بكل أسف طبيعة المرض الناس المعرضين أكثر للإصابة بالمرض هم أقل من تصل لهم هذه الرسالة التوعوية. بمعنى الآن ثبت قطعيا من الناحية العلمية أن الإبل هي أحد المصادر الرئيسية للمرض، وأنا من هنا أؤكد أنها ليست المصدر الوحيد.
عندما تم التعرف على فيروس مجموعة كورونا في الستينات ثبت علميا أن هناك حيوانات أخرى حاملة للمرض، منها أليفة ومنها برية. تم التركيز على الإبل، ولكن هذا لا يعني أن هناك مصادر أخرى للمرض، لكن يجب أن يثبت هذا الشيء أن الإبل في المملكة هي من المصادر الرئيسية جدا للمرض. طيب وزارة الصحة تعتقد أنها تعاملت مع الموضوع بشكل جيد فيما يتعلق بالاستعانة ببيوت خبرات ومختبرات عالمية؟ أنا ذكرت سابقا وما أبغى أرجع للموضوع حقيقة للأسف، يعني كان الاعتماد كله على الخبرات الأجنبية والتعامل مع مراكز أجنبية. نعم حصل بعض البلبلة في بداية المرض في 2012-2013 وكان في بعض التجاوزات، إلا أنها يعني ما زال في تقصير في مجال البحث والدراسة. التركيز كله على الخارج وعلى أمل أن يجينا العلاج من الخارج وكذا، وأهمل الداخل. لدينا مراكز أبحاث، لدينا مراكز طبية متقدمة، ولكن للأسف يعني التعاون بينها أو توزيع المهام لم يكن بالشكل المطلوب، وتم التركيز على الجهات الدولية. نعم أستاذ أمجد، أنت عندك آراء كثيرة في هذا الموضوع، لكن خلنا احنا نتعامل مع هذه الفترة، وأبغى أعرج أيضا على التعامل مع الشفافية في هذا الجانب. يعني دائما هناك ناس ينادون بالشفافية والأرقام تكون واضحة، ولما صار في الشفافية، مثلا نأخذ مثال من الحرس الوطني، كانت ردة الفعل يعني إعلاميا واجتماعيا ما كانت جميل. طبعا بالنسبة لهذا الملف تحديدا، يمكن لا أعرف ما يعني ما مدى حساسية الوزارة اتجاه الشفافية، لأنه لم يأتي أي وزير تعامل معه بالشفافية الكاملة. يعني إحنا كنا تذكر كنا على هذه الطاولة في هلا، كنا نتحدث عندما في اليوم اللي يعفي فيه الدكتور عبد الله الربيع، أنه كانت الإشكالية أن الناس لديهم هلع، لا توجد معلومات دقيقة، لا توجد شفافية واضحة فيما يتعلق في هذا المرض. وهذه الإشكالية، أو خلينا نقول هي الجزء الأكبر من هذا المرض، لأنه الناس تبحث عن المعلومة بشكل رئيس. لكن بالنسبة لمستشفى الحرس، أنا يمكن عندي رأي يعني مخالف نوعا ما. مستشفى الحرس لديها إشكالية أكبر، لأنه الحالات بدأت فيها من 3 أشهر ولم تفصح إلا عندما تفاقم الوضع، بعدها أفصحت عن هذه الحالات. هي كانت تخفي هذا الأمر حتى لو كانت يعني تتواصل مع خلينا نقول وزارة الصحة بشكل سري أو نوعا ما، لكنه كان هناك في تغييب للمعلومة. إحنا لدينا يمكن في هذا الملف عدة أشياء. أول شيء عدم وجود شفافية واضحة. الأمر الآخر عدم وجود مظلة موحدة. نعم هناك في مركز التحكم في وزارة الصحة، ولكن هناك المستشفيات العسكرية يعني مستثناة من هذا المركز، لذلك لابد من وجود يعني مركزية لهذا الأمر. الأمر الثالث في هذا الملف، احنا نتحدث الآن والمرض مفترض احنا في الصيف انه يقل، لانه هو اكثر من 36 درجه حراره، كانت اكثر من 36 يموت، ولكن الان هو وجد يعني خلينا نقول احتضن في من خلال المراكز الصحيه، ويمكن السنه هذه الاكثر خلينا نقول بالنسبه للاصابات من خلال الطاقم الطبي. معناته في اشكاليه حتى في الاجراءات الوقائيه داخل المستشفيات، في مشكله فيما يتعلق في الاجراءات الوقائيه، في مشكله يمكن حتى في تطبيقها، لانه مو معقول انه يتم هذا الموضوع ونشوف احنا التنامي في هذه الارقام وما في. لكن انا اعود للنقطه الاساسيه، هي مساله الشفافيه. انا كنت طالبت الوزير حتى من خلال تويتر بانه يكون لابد من هناك مؤتمر صحفي يومي، سواء للوزير بنفسه او احد يمثل الوزاره، حتى يطلع الناس. الارقام هذه مجرد يعني مخيفه، لكن هناك اسئله كبيره يعني سواء لدى الاعلام، لدى الناس، لدى الممارسين الصحيين، لدى اشياء يعني في شرائح كبيره في هذا الجانب. لذلك لابد من انه خلينا نقول يعني فيه تواجد اكثر بالنسبه للعمليه الاتصاليه بشكل كامل. نعم دكتور، استثمر وجودك كمتخصص في الأمراض المعدية. اليوم الكورونا في جانب نفسي صارت فزاعة تخوف الناس نفسيا، خصوصا الناس اللي ليسوا في المناطق الرئيسية وكذا. هذا أعراض مثل أعراض الإنفلونزا. نعم. ماذا على الناس أن يفعلوا إذا صار عندهم شك، خصوصا في البداية؟ وأيضا في نقطة أخرى، هل يعني أنه الإنسان إذا أصيب بكورونا أن نهايته الموت، أم أنه يستطيع أن يعني يلحق نفسه قبل الوصول للرئتين وأنا أشرح هذه بس نبسطها يا دكتور؟ نعم شكرا. أول هذا السؤال مهم جدا حقيقي يهم الجمهور. نتكلم عن ضراوة الفيروس أو يعني شدة انتشاره. نعم.
في خلال الثلاث سنوات هذه تم التعرف على أن نسبة أو طريقة انتشار الفيروس محدودة، كويس، هو ينتقل أساسا عن طريق الرذاذ، والرذاذ يلزم التقارب بمسافة تقريبا متر، يعني إذا تعديت المتر مترين ثلاثة آمن، كويس، في احتمال ينتقل عن طريق الهواء، بس الدراسات هذه مؤكدة، لكنها يلتزم الاقتراب والالتصاق. يمكن تركيبة المجتمع والعيادات الاجتماعية عندنا تساهم في الانتقال، يعني واحد عنده زكمة يجي واحد عناق وبوس وكذا فيقرب منه مرة، وإلا واحد يجي له كحة ولا عطاس وما يغطي فمه ويجي الرذاذ على الطاولة ولا على الأماكن الموجودة، ويجي واحد ثاني ويحط يده، هذا ينقل الفيروس. فهذه الأشياء هذه بالنسبة لطرق العدوى. طرق يسمونها ضراوة المرض أو الإمراضية فيه، هذه ما هي عالية بالنسبة للفيروس، يعني جاء فيروسات أشد منها، السارس كانت نسبة الوفيات فيها أعلى، الإبيولا أعلى منه بكثير. الفيروس للأسف ما فيه دراسات موسعة جدا، هذا جزء من شيء طلبنا فيه قبل ثلاث سنوات، يعني يفترض أنه يسوى مسح على 30-40 ألف شخص عشان تعرف في ناس تعرضوا للمرض وجدتهم أعراض، بالشكل هذا تقدر تعرف أن نسبة من تعرض للإصابة وحصل له مضاعفات. إنما بناء على الأرقام المسجلة الآن معظم الإصابات حصلت في ناس عندهم خلل في الجهاز المناعي، كبار سن، عندهم أمراض مزمنة، الشباب أو الناس اللي صحتهم كويسة عادة يتحملونها، حتى أن نسبة الإصابة في الأطفال المتدنية جدا إن وجدت، ما يوجدت أعداد في الأطفال، فالمرض ما هو بالسوء اللي يصور فيه. الأمراض الثانية الإنفلونزا العادية هذه تقتل كل سنة في أمريكا أكثر من 36 ألف مريض في أمريكا، يعني اللي فيها الوقاية وفيها الشغلات، فضراوة الفيروس ما هي عالية جدا أبدا. وطرق عدواه بالعكس، يعني هو لا ينتقل عن طريق الهواء، لأن الأمراض ينتقل عن طريق الهواء هي المعدية لا قوية، بينما اللي عن طريق الرذاذ لا، تحتاج لمسافة أقرب. فلذلك يعني نحب نطمن الجميع، بس إنهم هذه مسؤولية شخصية، يجب على الشخص أنه يحمي نفسه. نعم. كما أشارت وزارة الصحة مثلا، أنت راجع من السوبر ماركت، راجع من المستشفى، راجع من مكان ثاني، أخي اغسل يدك، يعني مويه وصابون شغله ثواني، يعني ما هي شغله صحيح. الانسان برضه يكون مسؤول عن الاخرين، خل معك منديل في جيبك يا اخي، جالك كحه جالك عطاس خطي فمك، وهذا من الاتيكيت اصلا، من الاداب، يعني قبل ما يكون من صحيح. الاشياء الثانيه. فهذه طرق يعني وقايه بسيطه، لكن واحد جاله نزله برد، وخاصه احنا خلاص يعني قربنا على موسم الخريف والشتاء الان، وتكثر الزكام ونزلات البرد، لا يعني على الاطلاق ان هذا كورونا ابدا. في معايير صحية معينة، إذا الإنسان مثلا كان معه لاحظ يضيق في التنفس أو حرارة عالية يعني تجاوزت اليوم الواحد، وخصوصا أهم شيء ضيق النفس، يجب عليه مراجعة المستشفى. إنما ارتفاع بسيط جدا في درجة الحرارة، كحة بسيطة، يمكن أن ينتظر. أما إذا كان الشخص يعاني من نقص أو خلل في الجهاز المناعي، خصوصا من تم لهم زراعة أعضاء أو يعانون من أمراض روماتيزم ويأخذوا مخفضات للعلاج أو يعانون من أمراض أخرى تؤدي إلى خلل في الجهاز المناعي، هذا يجب أنهم لا يتأخرون، لا ينصح من البداية أنهم يذهبون إلى الرعاية الصحية. نعم. طيب أنا أستاذنكم في فاصل أخير ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لهذا المساء، لازلنا نتحدث عن كورونا. ضيفنا العزيز الدكتور عبد الله الحقيل، وهو استاذ واستشاري الامراض المعديه، وايضا ضيفنا الكاتب في صحيفه الرياض الاستاذ امجد المنيف. اهلا وسهلا بك استاذ امجد. لعلك سمعت كلام الدكتور عبد الله ونقاط كثيره، ولكن هل وصلنا الى مرحله اقل شيء في الاحساس انه ما في حل لكورونا، خصوصا انه ذكر الدكتور عبد الله انه في امراض طلعت، واليوم يعني ايبولا طلع بعده وانتهى؟ يعني طبعا احنا يمكن بالنسبه يعني هل عندنا مشكله في اداره الازمه؟ عندنا تردد في بعض القرارات اللي ممكن يعتقد الناس انها قاسيه؟ لا، احنا ما عندنا وضوح في يعني التعامل مع الازمه. أول شيء خلنا نتحدث مثلا عن إنفلونزا الخنازير، يمكن ما هي بعيدة. أتذكر أنه كانت في إجراءات وقائية من خلال وزارة التربية والتعليم آنذاك، وتم عزل بعض الصفوف، تم وضع بعض الإجراءات. الآن هذا الكلام غير موجود إطلاقا، معناته ما في وضوح حتى في التعاطي مع الأزمة. أنا أقول أنه الآن التحدي الأكبر، بما أنه إحنا يمكن قريبين من حتى مؤتمر وزارة الزراعة، أمس كانوا يتحدثون أنه السبب الرئيسي خلاص الإبر
رغم انه يعني ملاك الابل فقدوا خليني اقول المصداقيه في هذا الامر، لانه قالوا الابل بعدين تراجع بعدين قالوا لا الابل. فانا اقول الان لديهم تحدي في انهم يقنعون ملاك الابل بانه هذا الامر يعني فيه مشكله، لابد ان يكونوا شركاء في الرساله. الان انت عندك الفئه المستهدفه الاكبر في هذه الازمه هم ملاك الابل والعاملين يعني معها وحولها وبهذا الشان. هناك عدم وضوح لرساله كل القطاعات الصحية فيما يتعلق في هذا الأمر، ما في يعني أنا ألومهم بالدرجة الأولى، لأنه في النهاية مالك الإبل هو يحتاج أنه أنت يعني تقنعه وتعطيه المعلومة تثقفه، هو يتعامل معها أنه ما في طيب. ما في إشكالية. في سؤال مهم يعني لك وللدكتور عبد الله، وهذا نبغى إجابة فيه بصراحة، بس نوضح للرأي العام. يعني مطلع الأسبوع الماضي خرج خبر يقول يعني مسؤول اللي هو مسؤول عن الأمراض المعدية أنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا سلاح بيولوجي، وأنه يعني لما يكون في تصريح من هذا النوع شخصية رسمية وزارة الصحة هل يستدعي تدخل رسمي؟ هل أصبح عندنا فوضى تصريحات؟ ماذا يعني مثل هذا التصريح؟ شوف أنا أعتقد أنه في مبالغة نوعا ما في فيما يتعلق هذا الأمر، لكن إذا كان في هذا الجانب لابد من تدخل الجهات الأكثر رسمية، يعني الجهات الأكثر دقة في هذا التخصص. هذا مو بتخصص وزارة الصحة أنه تتحدث عن 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 هذا الجانب، لكن مسألة أنه نتحدث نقول أنه والله في من 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 هذا القبيل وبعدين نسكت عن الوقاية غير صحيح. بكرة نقول والله لا ممكن يكون في عين في الإبل، ولا نقول هذا ما هو منطق. إحنا لابد من اتخاذ الإجراءات الوقائية الصحيحة. نعم. بقية الأشياء ما هو بدور وزارة الصحة، دور وزارات أخرى. نعم دكتور رأيك؟ الجانبين، أول شيء أنا ما أعرف من اللي صرح بالتصريح هذا. عبد الله عسيري دكتور. لكن يعني يسفني أقول يعني. هو وكيل وزارة مساعد للطب الوقائي. أي نعم اجتهد واجتهد يعني في غير محله. والطرف الثاني إذا كان في واحد بيسوي حرب جرثومية باستعمال الكورونا فهذا إنسان فاشل للأسف، لأنه ما يعني مو مجدي مرة، ما يؤدي إلى نتائج. طيب في جراثيم أقوى منه عشرات الآلاف من المرات. يمكن أنها شوي هروب من مواجهة الواقع. نعرف المشكلة، نعرف مصدر المشكلة، صح نحن ما نعرف 100% كما ذكرنا في البداية، هناك مصادر أخرى تحتاج البحث عنها. لكن النقطة الأهم الآن سجلنا في خلال 3 سنوات هذه زي ما تفضلتوا في التقرير 1000 وشوي حالة. نسبة المكتسب منها في المجتمع قليل، ما هو كثير، أكثرها حصلت في المراكز الصحية. حصل عندنا 3 موجات، واحدة في البداية كانت في الإحساء، والعام الماضي كانت في جدة، والسنة هذه في الرياض. كويس، هذه تشكل نسبة عالية جدا من عدد الإصابات، بمعنى أنها تأتي حالة ونظرا للاكتظاظ والضغط على المراكز الصحية والتسرع وعدم توفر الوقت الكافي، يعني الطبيب والعامل الصحي عموما مبرمج على انقاذ الحياه، احيانا يتناسى بعض الاشياء. يفترض طبعا من الناحيه المهنيه في صوارم معينه لا يتعداها الشخص، اوكي يجب ان تعمل كذا 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 ويجب ان تلتزم بهذه القواعد. الاسعاف لما تدخل كثير من المراكز الطبيه للاسف تجد المرضى في الاسياب. كويس، لا تتوفر الامكانيات ان واحد عنده نزلة شعبية ولا عنده ارتفاع في الحرارة وكحة انك تحطه في غرفة لوحده، ما غير موجود الشيء هذا. ولكن في حلول عملية موجودة على أرض الواقع بإمكاننا نستفيد منها. يجب اتخاذ إجراءات بسرعة ويجب أن لا تؤجل. يعني فيه الآن وهذه معمول بها وهذا شيء ما هو جديد. كويس، يسمونها خيم الضغط السلبي، مجهزة طبيا. هذه خيم لها مفلترة بطريقة معينة صحية بإمكانك تحطها في جنب غرفة الإسعاف على الخارج، والحالات المشتبه فيها أي واحد عنده حرارة عنده مشاكل في جهاز التنفس تحطه هنا ويأخذ تعمل له الفحص. الفحص ما يأخذ أكثر من 6 ساعات، يعني ليش يرسلونها وزارة الصحة ويأخذ 48 ساعة و 72 ساعة لما تجي النتيجة؟ معظم المراكز الطبية يجب أن يتوفر فيها الجهاز ويعمل تطلع النتيجة في خلال ساعات. والله فلان من الناس جاء عنده حرارة واشتبهنا فيه، تعمل له مسحة تجلك النتيجة بعد 2 ساعة 3 بالكثير 6 ساعات سليم، أوكي دخلها للإسعاف عن الناس العادية، ما هو سليم في مصاب خليه في المنطقة هذه، وبشكلها تقلل خطر الإصابة وانتقال العدوى. أما مسألة حروب جرثومية ولا يعني أنا سعيد جدا أن طلع نفي رسمي من وزارة الصحة بالاتصال بالزنداني. صراحة يعني رجعنا للقرن الحجري، يعني إذا بدأنا في هذه الأشياء يعني توفر العلم الآن والتقنية والتكنولوجيا على مصلة المريخ ونحن نرجع للبدائيات، لكن الحمد لله أنه في الشيء هذا يبدو أنه يعني إشاعات. نعم شكرا لك دكتور عبد الله الحقيل السير الأمراض المعدية على حضورك معنا على هذه المعلومات، وإن شاء الله نلتقي ويكون كورونا يعني انتهى. شكرا لك أستاذ أمجد المنيف الكاتب في صحيفة الرياض.
على حضورك معنا وعلى آرائك أيضا دائما. شكرا لكم أنتم لأنكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في أهلا. ألقاكم غدا في أمان الله.